أخي، أن حب الدراسة والشوق إليها ينبع من داخل الشخص وبرغبة منه، ولا يستطيع أحد أن يرغمك على الدراسة، لكن قد يكون هناك نوع من الترغيب من الآخرين والتحفيز لكي تدرس. أما إذا لم تكن لديك القابلية فهذا أمر يحتاج إلى نوع من التوجيه والإرشاد الفردي، وأرى والعلم عند الله أنك ما دمت قد سألت على هذا الأمر فأنت لديك الرغبة في الدراسة وتريد النجاح، وهذا يحتاج منك إلى الاستعانة بالله تعالى وعلو الهمة حتى تصل إلى مبتغاك. والنجاح ليس متوقفاً على مرحلة من المراحل، ولكن يجب أن تكون عازماً على أن تواصل النجاح طوال حياتك، سواء كان ذلك في حياتك العلمية أو العملية أو حتى الأسرية. وشهادة البكالوريا تعتبر منطلق النجاح، وهناك خطوات معينة على النجاح سأذكرها لك، ولكن الدواء يحتاج إلى مواصلة وإلى استمرارية دون انقطاع، ولا يختص بمرحلة دون مرحلة. واحد، قو علاقتك بالله تعالى واطلب منه المعونة والتوفيق. اثنان، حاول أن تركز في دراستك ولا تترك مجالاً لتشتت ذهنك في أمور لا فائدة منها. ثلاثة، ضع خطة منهجية تسير عليها في مذاكرة دروسك، من خلالها تستطيع أن تستوعب جميع المواد. أربعة، أعطي اهتماماً أكثر للمواد التي تحس أنك ضعيف فيها، وحاول أن تقوي فيها نفسك بمساعدة الأهل أو الزملاء. خمسة، ابتعد عن الصحبة السيئة وخالط الصحبة الصالحة التي تذكرك بالله دائماً وتحثك على النجاح. ستة، حاول أن تركز أيضاً على المواد التي تمتحن فيها في شهادة الثانوية العامة، واجعلها هي الأساس في المراجعة مع عدم إهمال المواد الأخرى. سبعة، لا تجعل لليأس مكاناً، وحاول دائماً أن تفكر في النجاح وصعود سلم المجد، وهذا لا يأتي بالتمني بل بالجهد والمثابرة، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً. ثمانينة، اترك دائماً باب الأمل مفتوحاً، واعلم أن مع العسر يسراً، وأنه بعد الضيق يأتي الفرج. تمنياتي لك بالنجاح والتوفيق.